السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. موازنة الثلاث سنوات اللي طوت مرحلة المداولات من أرقام مكتوبة على الورق إلى خطة عملية تترجم سياسات البرنامج الحكومي، فالعد التنازلي قد ابتدأ منذ اللحظات، لحظات جفاف الحبر على سطور الوقائع الرسمية، ومن لحظات الصرف التي ستكون بالأثر الرجعي ستحرك هذه الأموال دولاب التجارة والاقتصاد وما يرتبط معها بالكثير من نقاط التماس، غير أن توجه تنفيذ الاستحقاقات مصحوبا بمخاوف الطعن المرشحة من قبل الحكومة نتيجة للأبعاد المالية اللي أضيفت في جلسات التصويت النيابية. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فمجددا يحتدم صراع الخطابات بين دعاة إصدار قانون العفو العام وتنفيذه، الأمر اللي يحذر منه المتخصصين لما له من تبعات سلبية كثيرة على المجتمع والبلد وبين الرافضين إليه. وكعادة القوانين في العراق يستخدم من قبل المستفيدين كأداة سياسية للصراع من أجل مصالح شخصية ما إلها أي علاقة بفكرة المصلحة العامة وتثبيت الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة، وهذا ما لا يطمئن الشارع العراقي الرافض لهذا القانون كونه يمرر على جراح عوائل الشهداء وحقوقهم ودماء الأبرياء مما راح ضحية بين يدي الإرهاب. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم ويا ضيوفنا الكرام في الاستوديو، فتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عبد الرحمن المشهداني الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. وكذلك أرحب بالأستاذ عباس العرداوي الباحث السياسي، ضيوفا كرام. كثيرا ما رددت الحكومة أن ما قبل إقرار الموازنة يختلف جذريا عما سبقها، هنا أنا أسأل حضرتك دكتور عبد الرحمن، هل تحررت الحكومة من الضغوط الاقتصادية وأصبح العد التنازلي بيدها لتنفيذ برامجها المثبتة؟ البيئة الاقتصادية اللي بنتها الحكومة هل اختلفت كثيرا عما كان واضحا من إرادة سياسية داخل قبة البرلمان على الموازنة؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وإلى الأخ العزيز أستاذ عباس وإلى المشاهدين الأكارم. طبعا يعني احنا المقارنه هي مو مقارنه ما قبل اقرار الموازنه، وانما المقارنه مع الحكومات السابقه، يعني ان صح التعبير، لانه حتى وان حصلت هناك اعتراضات من هذا الطرف او ذاك او هذا النائب او ذاك، انا اعتقد انه تحالف الدوله كان هو اللي شكل الحكومه وهو اللي يدير البرلمان، بالتالي انا اعتقد انه الخلافات لم تكن عميقه في موضوع الموازنه. الفرق بين إقرار الموازنة عن عدمه أنه الآن الحكومة تحررت لمدة 3 سنوات، يعني الآن إحنا مشكلتنا أنه دائما الموازنات تتأخر، صحيح لم تصل إلى الشهر السادس أو الخامس، دائما كانت في نهاية الشهر الثالث، يعني 27/3/30/3، لكن هذه الموازنة تأخرت إلى الشهر السادس وإلى الشهر السابع سيكون موعد الصرف، لكن المشاريع لن تتوقف بانتهاء السنة المالية، وأنا أعتقد أنه هذه الميزة الإيجابية بهذه الموازنة. سابقا كانت المشاريع تتوقف من شهر 11 تقريبا، يعني مدة الصرف فيما يخص الجانب الاستثماري كانت 4 أو 5 أشهر، وهي لا تكفي حتى للإعلان عن المشاريع في بعض الأحيان، لكن في موازنة 23-25 الحكومة الآن لديها الصلاحيات المخولة من قبل البرلمان بالاستمرار بالصرف على هذه المشاريع سواء انتهت السنة المالية أم لم تنتهي السنة المالية. صحيح هي مطلوب منها أن تقدم أرقام
جديدة عن البيئة الاقتصادية، عن الإيرادات المتوقعة، النفقات المتوقعة، سعر برميل النفط، الكميات المصدرة في عام 24، لكن هذه ليست ملزمة ونهائية بقدر ما أنه الاستمرار بالصرف على هذه المشاريع. أما الجانب التشغيلي فهو مستمر سواء كان 1 على 12 أو مستمر بالشكل الاعتيادي، ولذلك تشوف الموازنة الآن عندما تم إقرارها وصدرت بالجريدة الرسمية، فالصرف فيما يتعلق بالجانب التشغيلي وخاصة الرواتب والإيجور سيبدأ اعتبارا من 1/1 للموظفين أو العقود والمعلمين المجانين اللي تم تثبيتهم، من تاريخ صدور أوامر تثبيتهم سيتم الصرف بإنفاق كامل في الشهر القادم إن شاء الله. نعم. أستاذ عباس، جدة ترحابي بحضرتك. نتحدث عن مجلس النواب وفق جلسات المناقشة للمشروع أضاف عدد من البنود والفقرات اللي بيها جنبة مالية، هل تتوقع حضرتك بأنه راح يكون هنالك طعن من قبل الحكومة كما وعدت وزارة المالية، أم جرت تسويتها بالتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ أحمد، تحية لك وللدكتور المشهداني ولجمهوركم ومتابعيكم الكرام. طبعا الأساس في ذلك هو عملية التوافق في تمرير المشاريع التي تسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي. مهمة البرلمان حقيقة هو بعد أن صوت على المنهاج الحكومي الذي على أساسه تم تكليف رئيس الحكومة والمباشرة بإعطاء الثقة للحكومة والوزراء، مهمة البرلمان هو العمل والمراقبة والتدقيق في هذا المنهاج، وحتى أكو لجنة هي لجنة تقييم الأداء الحكومي، وبالتالي عملية الأداء وتقييمها هي ملزمة للمنهج والبرنامج الذي صوتت عليه. نعم هنالك تعديلات، وهذه التعديلات نعرف احنا اكو مساحة قانونية اذا كانت في الجنبة المالية فهي من اختصاص الحكومة، واذا لم تكن من الجنبة المالية فهنالك محل حديث ونقاش بها. الحكومة ايضا تسير باتفاق مسبق، هي حكومة ائتلاف إدارة الدولة، وائتلاف إدارة الدولة وضع توازنات و نقاط شراكة مع كل المكونات من أجل التصويت عليها. بالتالي الحكومة ملزمة بالعمل ضمن خطين أساسيين لا تقاطع بينهما، المنهاج الحكومي الذي صوت عليه البرنامج، والائتلاف إدارة الدولة وما توافقت عليه القوى السياسية. بالتأكيد الموضوع ما راح يكون دقيق 100%، ممكن أن يكون هنالك يعني مساحة تتجاوز هنا أو هنالك، وبعض القوى السياسية تضغط هنا وهنالك، يعني أمام يعني مشيئة سياسية قد يكون في البعض. عند انتخابات قادمة هنالك من يبحث عن رصيد انتخابي وبالتالي يبحث عن تغذية الشرائح التي يعتبرها رصيدة، هنالك حكومة تريد أن تذهب باتجاه تنفيذ برامج استراتيجية ومشاريع فتضغط باتجاه أن تنفذ سياستها التي تعتقد أنها تنفذ أعلى مستوى من الأداء. الموضوع في حيثياته هو طي يعني الأيام وطي الرضا الشعبي والنتاج الذي سيكون على أرض الكل يترقب مدى النتاج الذي ستحققه الحكومة. هنالك الآن حركة واسعة جدا للمشاريع يعني واضحة على الأرض، والشركات المنشآت غيرها بدأت بالتوافد، وبالتالي هذا راح يمطر عكاسة. تأكيد الموضوع هم أيضا يحتاج وقت، ممكن نحتاج في 6 أشهر لوضوح المشاريع بشكل كامل قدموها، ممكن من عندها بعضها يبدأ يعني ليس فقط المساحة البناء يعني ليس في مساحة البنى التحتية إنما أكثر من ذلك، هذه كلها تعرف حيثيات تحتاج لها وقت. طيب دكتور عبد الرحمن، نور الموازنة بدأ واضحا ونشر في جريدة الوقائع العراقية، وهذا التبشير الحكومي بالمرحلة الجديدة والمختلفة كليا بعد إقرار الموازنة، شلون راح نقدر نخلي أنه وفق القراءة الاقتصادية نقرأ أنه سلبا أم إيجابا؟ لا، هو بالتأكيد إقرار الموازنة وصدورها بجريدة الوقائع العراقية أطلق يد الحكومة في الصرف. يعني شوف احنا الحكومة عمرها قصير، هي تشكلت 28/10 على ما أتذكر من عام 22، وبدأت بإعداد الموازنة واللي أرسلت إلى البرلمان في 16/3، لكن هذه 6 أشهر الحكومة لم تتوقف عن الصرف. وطبعا هذه واحدة من الملاحظات، واحدة من الملاحظات. الملاحظة الأخرى أنه مستشار حكومة اقتصادي يقول ثلث الموازنة الاستثمارية هي قروض خارجية، لا في أي خانة نخليها؟ لا لا، يعني الحقيقة يعني أنا ما أريد أقول عنه كلام غير دقيق، لكن هو ما موجود بالموازنة
فيما يخص القروض الخارجية هي 9 تريليون و870 على ما أتذكر أو 970، يعني 10 تريليون تقريبا من موازنة اللي هي 49 تريليون، فتشكل تقريبا 20% من حجم الموازنة. وهذه القروض طبعا هي مو جديدة، كل الموازنات بدءا من عام 15 تقريبا كل السنوات بيها طبعا. والبرلمان اتخذ قرار اعتقد في عام 2017 او 18 انه لا يحق للحكومة الاقتراض الخارجي الا نعتقد انه هو استثمر هذا النص بتمرير مجموعة من القروض لتمويل مشاريع، وهي مفصلة تفصيل كامل بالموازنة يعني اين ستذهب هذه القروض ان تم الاقتراض لتمويل هذه المشاريع. فانا اعتقد انه الموضوع يعني ليس بالعبء الكبير. شوف احنا دائما نضخم مسألة القروض الخارجية وحتى القروض الداخلية. القروض الخارجية العراق لحدها يعني حد اقرار الموازنة كانت اجمالي القروض الخارجية 18 تريليون و750، يعني 18 مليار و750 تقريبا بحدود 26 تريليون دينار عراقي، وهو رقم ليس بالكبير على اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي. بالعكس الاردن 39 مليار على ما اتذكر يعني ديونها الخارجيه اللي هي ما تجي محافظه من محافظاتنا. والدين الخارجي هو دين حكومي ترى من الرافدين والرشيد والتي بي اي ومن البنك المركزي، يعني ما يشكل، والدليل على ذلك انه ما يشكل خطر على الحكومه، ان الحكومه هي من تحدد سعر الفائده وهي من تحدد اليه السداد وهي من تحدد اليه الاقتراض، مو الطرف المقرض. يعني من يكون القرض من القطاع الخاص ممكن يكون خطر، لكن هو دين حكومي وممكن شطبه باي لحظه، قرار برلماني ممكن ان يشطب هذه الدين الداخلي باعتباره دين حكومه للحكومه، وحتى الفوائد المتحققه هي ارباح من الحكومه للحكومه. فما اعتقد ان الاقتصاد العراقي الدين الخارجي والداخلي عبء عليه، خاصه وانه ميزانيته الان 199 تريليون او 198 تريليون، يصدر نفط باكثر من 114 تريليون بالموازنه، موجود هذا الحديث. نعم. طيب استاذ عباس، بعد نشر قانون الموازنه في جريده الوقائع العراقيه المراقبين شافوا اكفه بون شاسع حول عدد موظفي الإقليم. الجريدة تتحدث عن رقم وحكومة الإقليم تتحدث عن رقم آخر، والفارق حوالي 300 ألف. طيب من وظف هؤلاء اللي أحدثوا فارق، وكيف سيجري التعامل مع هذا الرقم؟ طبعا الحكومة السيد السوداني وقعت الكثير من الأمور بينها وبين حكومة الإقليم في زيارات سابقة، وبالتالي هناك خط تفاهم وهناك طرق أساسية مركزية قانونية تعتمد. أتذكر تقييم الأسماء والأعداد جرت في حكومة السيد العبادي إذا تتذكر معي، ووصلت بها إلى مساحة يعني عرفت الكثير من الأسماء قد سميت في حينها الفضائية أو فيها المدمجة أو غيرها. عملية تقييم العلاقة أيضا هم تعتمد على الوضع السياسي وعدم استثارة الآخرين. الأعرفة وبشكل دقيق أنه هنالك تعاون واضح جدا بين السيد السوداني وبين حكومة الأقليم. أعتقد هذا التفاهم وخطوط التفاهم الآن المرسومة تسمح للطرفين في أن يتم التفاهم على مجمل القضايا، ومنها موضوع الموظفين وغيرها، لا سيما أنه موضوع الموظفين هو أيضا مشكلة ذاتية في داخل الأقليم، باعتبار أنه طرحت البعض أنه قد يكون مثلا موظفي السليمانية أو ذهوك يتم تسليمهم من بغداد وغيرها، وبدأت الحديث يعني يأخذ الكثير من الحيثيات. أنا أعتقد الموضوع أيضا متعلق بديوان الرقابة وبوزارة التخطيط والوزارات الإقليم ووزارات المركزية، وزارات الحكومة الاتحادية، مدى التعاون فيما بينهما، فتح الأوراق، التعاون بالجدي. يعني من باب المثال مثلا كان هناك تعاون في موضوع مديريات المرور، هذا كثير من العوائق رفعها وفتحنا الكثير من الـ يعني الـ 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 الأمور المبهمة. عملية التفاهم هي مهمة جدا، وعملية التواصل قد تسهم في حل كثير من المشاكل. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني بعد دخولها حيز التنفيذ، برأي حضرتك شلون راح يتم سد العجز الحاصل في الموازنة والمسجل في مسودة القانون؟ شوف هو العجز الحقيقة أولا هو مضخم، يعني احنا عندنا واحده من النقاط اللي احنا بالمحاسبه نختلف عليها مع ما ورد بالموازنه، انه المدور من العام السابق كان 25 تريليون بالموازنه موجود. هذا يفترض ما يكون من مصدر من مصادر سد العجز، لكن هو مصدر من مصادر الايرادات.
فالحكومة أضافتها إلى مصدر من مصادر سد العجز. أتوقع عني أنه حتى ما تواجه هذه المشكلة في العام القادم، لأنه هذه الموازنة هي ستستمر 23 24 25. فالعجز الفعلي اللي هو 41 تريليون، 25 منها سيقدمها البنك المركزي عبر خصم سندات الخزينة وأذنات الخزينة لدى البنك المركزي، وثلاثة سيقدمها الرافدين والرشيد والتي بي آي، وخمسة أعتقد راح تكون إصدار سندات وطنية. فبالتالي نعتقد أنه عدا 10 طبعاً القروض الخارجية، أعتقد أنه كلها مؤمنة. هذا من جهة، لأنه البنك المركزي ممكن أنه يصدر عملة جديدة، ممكن أنه طالما أن الحكومة تسعى إلى خصم سندات الخزانة فهو بالتأكيد سيقدم الأموال للحكومة. والقروض الخارجية هي أصلاً مؤمنة من عام 2016 و17، تم التعاقد على هذه القروض مع هذه الجهات لكن لم يتم سحبها، وأعتقد أنه هي موجودة. لكن أنا أعتقد أنه لن نصل إلى هذا الرقم باعتبار أنه مضى 6 أشهر من عمر الحكومة ومن عمر السنة المالية والموازنة لم تبدأ. بالتالي أنا أعتقد أنه المشكلة الآن بالجانب الاستثماري، يعني احنا حتى نبدي بالتنفيذ المشاريع ويتم تخصيص الاموال، هذه الاموال يفترض ان تكون مخصصه لعام كامل. فبالتالي الاموال الموجوده الان هي تغطي لما تبقى من هذا العام اللي هي 5 أشهر من هذه السنه، فما اعتقد انه راح يكون العجز بهذا الرقم الكبير. نعم. طيب، لما يتحدث الدكتور المشداني استاذ عباس عن هذا العجز وتغطيته خلال هذه السنوات الثلاثه، خلينا نأخذ في المنطقة عموما، يعني سعر برميل النفط في أغلب دول المنطقة يتراوح بين 55 إلى 65 دولار، وضع العراق لسعر البرميل بقيمة 70 دولار، هل راح يمكن اعتباره مجازفة أم هو يعني مجازفة محسوبة إن صح التعبير؟ طبعا هو الأولى بالسؤال الدكتور المشداني باعتبار اختصاصه ونحترم أعلق إن شاء الله بعد، ولكن أنا أتحدث بما سمعت من كثير من الخبراء ومنهم السيد المشداني، أنه لا مخاوف من هذه التسعيرة ولا مخاوف حتى من موضوع الأسعار النفط وانهيارها. المنطقة بشكل كامل الوضع السياسي والوضع الاقتصادي، أنا هذا ما قصدته، يعني الوضع السياسي ما يلقي بظلال على الوضع الاقتصادي. على أقل تقدير، على أقل تقدير، يعني وقال على أقل تقدير أنه خلال السنوات القادمة باعتبار أنه هنالك أزمات دولية كبيرة في المنطقة، فضلا عن حالة من الحاجة إلى الطاقة، طاقة المنطقة، منطقتنا بالتحديد، وعملية التفاهم السياسي اللي جرى في المنطقة وانعكاسه على الاستقرار السياسي، هذه مهمة جدا، عملية التفاهم والتسوية، تصفير الأزمات اللي جاي تجري في المنطقة، ذهاب العراق نحو افتتاح مساحة للاستثمار الدولي والعالمي، ودعوته للجميع في أن يستثمر في العراق مع حالة الاستقرار الواضحة جدا. عمل أيضا، يعني أحب أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا، ويعني للأخ المشهدان الرأي فيها أيضا، هي أنه عملية العجز هي عملية روتينية في كل الحكومات وفي كل الموازنات. إحنا للأسف لدينا الكثير حتى من الإيرادات الداخلية مرات ما يتم الحديث عنها، إيرادات متعلقة بالنفط، متعلقة بالإيرادات المتعلقة بالجباية بغيرها، هذه أيضا يعني ماكو شفافية في توضيحها، النهايات دائما تكون عندنا سائبة، لكن على أقل تقدير هو هذا العجز ماشي في كل الحكومات ولم يؤثر بشكل كامل، يوصل بنا إلى حالة أنه يتعرض إلى أمن المواطن الغذائي أو يتعرض إلى الإضرار بأمن المواطن الغذائي. قبل أيام السيد رئيس الوزراء أرسل رسالة كبيرة جدا كانت متعلقة بزيادة منتوج الحنطة الذي وصل أكثر من 4.5 مليون في مخازن الدولة العراقية، وبالتالي هذا المحصول الاستراتيجي تم تأمينه لمدة عام، بغيرها من المشاريع اللي بدأت تأخذ حالة الإنتاج المحلي، تقريبا اكتفاء زراعي لدينا جدا عالي أيضا، يعني في محاصيل أخرى، هذه مهمة جدا. احنا مو في منطقة يعني قلق اقتصاديا ونخشى مثل أوروبا وغيرها تخشى موضوع الطاقة وتنتظر حالة الاستقرار أو عدم الاستقرار بين أوكرانيا وروسيا وانعكاساتها. إيراداتنا ما شاء الله في أعتقد أكثر من ذلك، ليس فقط الذي يتم الحديث عنه موضوع النفط والغير، اليوم لدينا هنالك تحركات باتجاه استثمار الغاز
وحتى التوقيع اللي جرى بين العراق وقطر متعلق بهذا الموضوع، مشروع التنمية وانعكاسه على الأمن والاقتصاد العراقي تحديدا، فبالتالي لا خشية حقيقة لا من العجز المذكور ولا من حالة الأسعار في النفط، لا توجد مؤشرات على انخفاض أكثر من ذلك السعر. طيب، الوضع السياسي الإقليمي والدولي دكتور عبد الرحمن أيضا هو يؤشر إلى تهديدات أو تحديات أمام الموازنة واستقرار سعر البرميل، برميل النفط، وأيضا سعر صرف الدولار، هل سيصل إلى ما مثبت في الموازنة، يعني نقصد سعر الصرف الحالي للدولار أمام الدينار، أم راح نشهد انخفاض تدريجي، أم أنه لن يتأثر برأيك؟ هو شوف الربط بين الاثنين مو صحيح، بين اقرار الموازنه وسعر الصرف، باعتبار انه سعر الصرف يخص سياسه البنك المركزي، السياسه النقديه. صحيح هو رد فعل على السياسه الماليه، والموازنه سياسه ماليه، لكن احنا توقعاتنا انه انا شخصيا وربما هذا لن يروق للبعض، انه سعر الصرف من الصعب جدا انه يعود خلال هذا العام الى 1300. يعني سابقا عندما ارتفع الارتفاعات الكبيره واتخذ البنك المركزي مجموعه من الاجراءات خاصه المنصه وتسهيل دخول التجار، كنا نتوقع الموضوع يحتاج الى 3 أو 4 أسابيع، لكن الحقيقه اكتشفنا انه مجموعه من الاجراءات لا تزال معرقله لعوده سعر الصرف، انه لم ينتظم التجار جميعهم في سوق النقد الاجنبي، لا تزال هناك روتين ومشاكل إدارية صادفهم عندما دخول المنصة، تكاليف إدارية عالية فتدفع قسم من التجار إلى لجوء إلى سوق الصرف الموازي. أنا توقعاتي أن الموازنة، وأشرت بالبداية أنه هذا بمجرد أنه الشهر القادم راح يكون إطلاق الرواتب المتراكمة لمجموعة كبيرة من الموظفين المعينين اللي وصل عددهم إلى المليون تقريبا أو أكثر من مليون، بالتأكيد هذه راح تشكل طلب عالي بالسوق العراقية، والطلب يلبى من الاستيراد، لأنه إحنا احتياجاتنا ربما تصل إلى أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية هي مستوردة، وبالتالي زيادة الطلب، لأن الموظف اللي راح يستلم راتبه لمدة 5 أو 6 أشهر يعني ما راح يظل يباوع على هذه الكتلة النقدية اللي استلمها، وإنما راح مباشرة يغير جزء من الأثاث، يشتري سيارة، ملابس، أكل، معروف إيش، هذه كلها تلبى عن طريق الاستيراد، فبالتأكيد هذا الطلب سيؤدي إلى لم يؤدي إلى زيادة سعر الصرف، فأنا أعتقد أنه سيبقى الفرق سعر السوق الموازي يتراوح بهذه بين 47 و50. نعم، هل هنالك خطوات جريئة وسريعة واستراتيجية ممكن أن تتخذ الحكومة بعد إقرار الموازنة أستاذ عباس، خصوصا وأنها وعدت ووسمت نفسها بأنها حكومة الخدمة الوطنية ليس على مستوى خدمة المواطن وإنما على البعد الاستراتيجي؟ أعتقد تابعنا الحديث اللي صدر من دولة الرئيس بعد إعلان الموازنة وإقرارها وتمشيتها برلمانيا وتكليف الحكومة بأداء الخدمات بحسب المنهاج والبرنامج الموقر وبحسب الموازنة المطلقة لثلاث سنوات، هي تحدثت عن أولويات استراتيجية. يعني حتى الحديث عن للحكومة هو حديث عن أولويات استراتيجية، موضوع التنمية ومشاريع التنمية وانعكاسها على الأرض، موضوع الطرق، موضوع المنشآت التي سيتم تحضيرها والعمل عليها، توفير فرص العمل، غيرها، هذه مشاريع استراتيجية. إطلاق المشاريع المتلكئة والتي كانت متوقفة وجزء كبير منها كان متوقف بمراحل أخيرة، وشملت أكثر من 9 مستشفيات، شملت عدد كبير من المدارس، الحديث عن متابعة بشكل يومي للبنى التحتية ومشاريع الطرق وغيرها، وقطاع الكهرباء الذي يعني اليوم احنا يعني وصلنا إلى نهاية شهر السادس ونحن نتحدث عن استقرار بهذا القطاع مع وجود يعني قطع بسيط نسبة للسنوات الماضية، موضوع التحرك باتجاه إطلاق الأموال العراقية وعدم تقييدها بالعقوبات وغيرها، ومحاولة أن تذهب باتجاه تحرير المال العراقي وغيره من القيود والعقوبات، والعمل بشكل جاد لإيجاد إيرادات وموارد عالية بديلة أو على الأقل تقدير تسهم في عملية مساعدة النفط لا يبقى يعني الوضع ريعي فقط.
العمل الجاد باتجاه مشاريع وطرق استراتيجية. يعني اليوم نشوف عندنا الفك الازدحام الذي بدأ بإنشاء تقاطعات وجسورات وبدأت العمل عليها بشكل فاعل على الأرض، إيجاد طرق الحوليات وغيرها، محاولة يعني العمل على رسم خارطة التوزيع المجتمعي، التوزيع السكاني بحسب النسمات وبحسب الزخم السابق. هذه كلها خطط استراتيجية حقيقة، أولويات هي واضحة جدا، أولويات متعلقة بالصحة وبالأمن وبالتعليم وبالخدمات وبالمواطن نفسه وباحتياجاته، العمل على إطلاق البطاقات الصحية وغيرها. هنالك يعني سعي جاد لإعادة هوية المواطن والتماسك مع الدولة وإعادة ريع الدولة وثمرتها على المواطن نفسه، حيث يبدأ يستحصل خيراتها بالصحة وبالتربية وبالتعليم وغيره. هذا طبعا يحتاج إلى فترة طويلة، لكن على أقل تقدير نبدأ بوضع الخطوات الأساسية، وأعتقد الحكومة تركز على هذا الموضوع. وفي حديث سابق ركز رئيس الحكومة على نقطة مهمة جدا، أن الحكومة لا تستطيع بعمرها أن تحل كل مشاكل العراق الاستراتيجية، لكنها ستبدأ بملفات مهمة. هذه الملفات تسهم على أقل تقدير من رسم استراتيجية واضحة جدا تحمي المواطن أولا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا ضيفا كريما في الاستوديو، وشكر كثير لحضرتك الدكتور عبد الرحمن المشهداني الأكاديمي والخبير الاقتصادي لأثير الحوار. ونتواصل إياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع مجددا. حياكم الله مشاهدي الأحبة. في سياق صفقات ومساومات سياسية، يطالب البعض بتفعيل قانون العفو العام اللي التصق بمطالب أطراف سياسية يرى البعض أنها أو أن لها مصلحة من هذه المطالب، في حين أن تشريع هذا القانون يراه المتخصصون يحمل تبعات اجتماعية وأمنية لا طائل لها. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نوح الشمري. اختلاف سياسي وتشريعي على قانون العفو العام، فعلى تعاقب المراحل السياسية يثير هذا القانون جدلا كثيرا وخلافات سياسية بين القوى والمكونات الأخرى، منقسمين إلى مؤيدين ومعارضين، ليشكل صراعا جديدا في الساحة السياسية. فنحو 60,000 سجين بين محكوم وموقوف بجرائم جنائية أو بقضايا الإرهاب، تطالب بعض القوى السياسية بالعفو عنهم تحت ذريعة نزع الاعترافات بالإكراه من بعضهم. يعني لابد أن يكون هنالك توازن في عملية الإدارة السياسية. الإدارة السياسية ليس فقط على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إنما على التوافقات السياسية أن لا تبنى على حساب العدالة الاجتماعية المقرة دستوريا وقانونيا، وبالتالي هنالك ضحايا كثيرون، وبالتالي احترام هذه الحدود يجب أن يكون في السياقات السياسية وأيضا في التطبيقات القانونية والدستورية. مخاوف ومحاذير من تنفيذ قانون العفو العام الذي أثار الضجة بعد الاستقرار النسبي الذي يشهده البلد، في حين تتجه مخاوف المراقبين من عودة الإرهاب والطائفية والقتل في عموم البلاد إن تم الشروع بتنفيذ هذا القانون، محملين الحكومة الحالية مسؤولية قراراتها. موضوع قانون العفو العام بشكل الحالي مرفوض جملة وتفصيل، باعتبار أنه يعني يغمط حقوق الشهداء وعوائل الشهداء الذين حقيقة بعضهم لهذه اللحظة لا زال لم يستلم رفات ابنه. قانون العفو العام بشكل الحالي حقيقة مرفوض من أغلب الكتل السياسية، وخصوصا الكتل السياسية الأكبر في البرلمان للإطار التنسيقي، يعني بصيغته الحالية حقيقة مرفوض. فما زال قانون العفو العام الذي طال الحديث عنه في الأشهر الماضية محط أنظار المهتمين لأسباب شخصية أو حزبية بحسب ما تتفق آراء المراقبين، بالوقت الذي يلاقي هذا القانون رفضا شعبيا وسياسيا شديدين لتهميش حقوق الشهداء من جانب، والخطر الذي يشكله السجناء على البلد من جانب آخر. نهى الشمري، الأيام.
من جديد حياكم الله، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ عماد المسافر المحلل السياسي ضيفا كريما في الاستوديو، اهلا بك استاذ عماد. وكذلك ينضم معي عبر سكايب من الانبار الاستاذ مهند الراوي المحلل السياسي، حياك الله ضيوفا كرام. استاذ عماد، القوى السنيه لما تعد هذا القانون هو من سيحدد شكل العلاقه بالحكومه، وكما يبدو تبرز ورقه التلويح بين الحين والاخر. اسال حضرتك، هل تهدد هذه المعطيات الاستقرار والبدء بمرحلة سحب الدعم؟ شكرا جزيلا أستاذ، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهدي ومتابعي قناتكم. حياتي. حقيقة قانون العفو من القوانين المهمة التي تنتظر على يعني إقرارها داخل قبة مجلس النواب، وهو قانون يعني فيه من الجدل الكثير. إذا كانت هذه القوى السياسية لا تمتلك شيء تقدمه لجماهيرها سوى هذا القانون، فعليها مراعاة الجانب الإنساني لذوي الضحايا. قانون بهذه التفاصيل وبهذه الجزئيات أبدا لا يمكن أن تمرر هذه القوانين على حساب دماء الأبرياء. نعم نشكل ونختلف، خصوصا في آخر قضية الأمر الديواني لأبو رغيف، كنا نشكل على طريقة التعذيب بالتحقيق وغيرها وانتزاع الاعترافات بالإكراه، لكن هذا لا يمنع أن نرفع ملاحظاتنا على قانون ممكن أن يطلق الكثير من الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. القانون يجب أن يدرس من كل جوانبه، وأن تكون لجنة مختصة مهنية جدا من أجل أن يؤخذ رأيها بهذا القانون، ومن ثم يتم تشريعها. لا تكون ولا يكون هذا القانون هو قانون سياسي بامتياز 100%. حياك الله مجددا استاذ مهند، لما تفضل استاذ عماد بهذه الايضاحات، في هذا تستطيع القوى السنيه ايجاد مسار ثالث وصياغه مهنيه يمكن من خلالها تطمين الاطراف المعترضه على هذا القانون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناه الايام فضائية. كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله عليكم وعلى الأمة العراق الإسلامية والعراقية بألف خير. سيدي، قانون العفو العام ضرورة ملحة، كان يجب أن يشرع هذا القانون من قديم، وهو حقيقة قانون يحتاج إلى دراسة تفصيلية. أنا أشاطر الأخ الأستاذ عماد أنه يجب أن يدرس بشكل كبير، وكان أن يكون القانون يشمل، هو لا يختص بطائفة ولا يختص بمكون ولا يختص بجهة سياسية. نعم هناك القانون، هناك أبرياء داخل قبة داخل السجون تحتاج إلى مراجعات حتى نشمل هؤلاء الأبرياء. يعني أقول لك هناك، وخير دليل لجنة أبو رغيف التي انتزعت اعترافات بالقوة والإكراه، وتحتاج إلى مراجعة هذه القوانين، خصوصا ونحن نعيش ظروف استثنائية من سنة 2005. تعرف هناك دخلنا في بعض الإشكاليات من الإشكاليات الأمنية وعدم الاستقرار، تحتاج إلى مراجعة. وقانون العفو ومن القوانين المهمة، لكن تحتاج بشكل مفصل وعناية، وتكون لجان تحقيقية بشكل حقيقية التي انتجعت، وبقضية المخبر السري الذي ذهب ضحيته الكثير من الآلاف من الأبرياء داخل السجون. طيب أستاذ عماد، يعني هل يستغل البعض مشروع القانون لتحقيق مكاسب انتخابية، ما دام أن الأستاذ مهند الراوي يوضح بأنه ليس فقط هذا القانون هو قضية مكوناتية، وهي وجهة نظرة، يعني خاصة ونحن على مقربة من انتخابات مجالس المحافظات، توقيت هذا القانون ولاحظ شخصيات سياسية بعينها دائما ما تتخذ من هذا القانون دعاية انتخابية إلها، وأيضا راح يتزامن هذه المطالب مع تشكيل الحكومات المحلية، ولربما لاحظنا حتى في الانتخابات السابقة
فقاعة هذا القانون تطفو إلى السطح ومن ثم بعد الانتخابات تذوب، ونحن الآن مقبلين على انتخابات جديدة. يعني مؤكد أنه هذه الكتل السياسية تعول كثيرا على بعض التفاصيل التي من شأنها تكون عامل مهم بانتخابات مجالس المحافظات، أو حتى يعني في مسألة الانقسامات داخل البيت السني، خلينا نسميه هناك انقسامات كبيرة داخل البيت السني، والاصطفافات يعني بجهة إلى جهة أخرى تحتاج إلى بعض تأييد شعبي من هذا القبيل. نلاحظ أيضا، يعني لاحظنا قبل فترة كان هناك أيضا تصريحات كبيرة بقضية جرف الصخر وغيرها من أجل أنه يعني تكون هناك رأي عام، وأن هذه الشخصيات التي تطالب بهذه الحقوق هي التي تمثل المكون وغيرها منها. لا أستبعد جدا أن تكون هذه الكتل السياسية تحاول أن تكسب شيئا من هذه الجماهير، لكن أعيد وأؤكد مرة أخرى، يعني إحنا لو جينا حتى ببساطة نحسب يعني نحسب شنو الربح من قانون العفو العام، يعني هسه مسألة حتى السجون وما يصرف من الحكومة على هذه السجون، أنا أعتقد من 12 إلى 15 دولار يصرف يوميا على عدد السجناء، ممكن يتفاوت من سجن إلى آخر. هذه الأموال المواطن أولى بها، يعني إذا كان هناك عفو عام يشمل الكثير من هذا راح يوفر جزء كبير، لكنه الموضوع موضوع مالي أبدا. الموضوع يا سيدي الكريم موضوع سياسي 100%، بالإضافة بالدرجة الثانية موضوع إنساني، لا يمكن المجاملة والمحابات على دماء الضحايا والأبرياء. هناك عدد كبير متهمين بالإرهاب، وهذه الاتهامات بالإرهاب لم تأتي من فراغ، وإنما هناك اعترافات وهناك توثيق وهناك كشف دلالة وغيرها من الملفات. ربما عانينا في فترة من الفترات أن الكثير من ملفات الإعدام التي هي منجزة وكاملة وغير مصادق عليها في رئاسة الجمهورية. نعم. وهذا أيضا يطرح إشكالية كبيرة جدا ممكن أن نقف عندها، لكنه قانون العفو العام أعيد وأؤكد يجب أن يدرس من كل الجوانب، لأننا حقيقة في مرحلة لا نريد أن يكون هناك ظلم يعني يطال أي شخص من أبناء الشعب العراقي. القانون هو الفيصل بين كل المتخاصمين، ونحن لدينا ثقة كبيرة جدا بالقضاء، وهذا الأمر يرجع إلى القضاء، لكن قبل القضاء هناك مجلس نواب لديه السلطة التشريعية، ويرى بنود هذا القانون والتي ممكن أن تمر من التي سوف لا تمر تحت قبة طيب. البرلمان. ما أعرف إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية أستاذ مهند، وخصوصا بأن الدعاية الانتخابية لا زالت هي الحاكمة، الكثير من النواب يجعلون دعايتهم الانتخابية عودة النازحين إلى المناطق المحررة، قانون العفو العام وغيره من هذه الدعوات، ولكن ما أعرف يعني تذوب هذه المطالب بعد الانتخابات. سيدي الكريم، للأسف الشديد أن يتم اتخاذ هاي الأمور، يعني قانون العفو العام قانون إنساني، أن يتم اتخاذه بطريقة سياسية، هذه يعني قمة الدناءة، أن يتم استغلال الناس بهذه الطريقة. قانون العفو العام يحتاج إلى، خصوصا نحن نشهد استقرار سياسي، وأتمنى على الحكومة أن تدرس القانون بشكل مفصل وجيد. أنا أتفق مع الأستاذ عماد أن يتم، ما مستحيل أن يتم إطلاق سراح من تلطخت يده بدماء العراقيين، أنا أوافق أخي الأستاذ عماد، لكن هناك الكثير من الأبرياء داخل السجون أخذت منهم الاعترافات بالقوة والإكراه، يعني هناك بوشاية المخبر السري. أتفق كثيرا أن هناك استغلال لهذا القانون استغلالا سياسيا، وهذه على الحكومة أن تقطع هذا اختصاص الحكومة المركزية، يعني خصوصا الحكومة التنفيذية لا يسمح أن يستخدم هذا الملف بجانب السياسة. يعني أنا اليوم أتفق مع زميلي الأستاذ عماد أن هناك قوى سياسية، وخصوصا تحديدا القوى السياسية السنية تستخدم هذا الملف، وإلا ماذا تسمي أن هذه القوى السياسية، لماذا إلى أن تقرب الانتخابات أو
أو قرب تشكيل الحكومات يتم طرح هذا القانون كل 4 سنوات، كل ما تقرب الانتخابات يتم طرح هذا القانون، وبعدين نرجع إلى نفس النقطة، نفس إلى نقطة الصفر. اليوم نحتاج أن نكون رجال دولة وأن نراعي حقوق الناس وأن نعيد النظر في هذا القانون. نحتاج أن نشمل كثير، يعني اليوم إحنا على أبواب أعياد، وخصوصا سيدي الكريم إحنا نشهد الآن استقرار سياسي نوعا ما، ما أقول 100% لكن أقول 80% يجب أن تتبنى الحكومة هذا القانون وتدرسه بشكل مفصل وبشكل دقيق حتى لا يتم إطلاق من تلطخ الثاني. أنا شخصيا ما أطالب بـ هو قانون إعفاء عفو عام، مو قانون تبييض السجون وطلع الإرهابيين اللي قتلوا العراقيين من كل الطوائف. طيب. لكن هذا القانون يحتاج إلى دراسة بشكل مفصل، وأعتقد أن الحكومة قادرة على أن تنجز هذا. طيب. القانون الرغبة السياسية، وهذا الكلام الذي هو بمنتهى الوضوح والصراحة من قبل الأستاذ مهند الراوي، أستاذ عماد نتحدث عن الرغبة السياسية الداعمة والمعارضة لهذا القانون، شنو موقف القضاء العراقي المتوقع من هذه المطالب إذا ما تم الأخذ بظن أن هنالك من يريد إعادة محاكمة الجناة تحت مبررات المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالقوة كما أشار إليها السيد الراوي؟ يعني ابتداء القوانين مثل ما تعرف جنابك ويعرف الضيف الكريم تأتي من يعني من مجلس الوزارات، يأتي مشروع قانون وثم يذهب إلى مجلس النواب لتتم قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية ويتم التصويت عليه. أنا أقول هسه ممكن أنه البعض يتصور أنه القانون العفو العام يخص يشمل الإرهاب فقط بقضايا الإرهاب، وهذا غير صحيح. يعني أنا أعتقد أن الكتل السياسية التي تحاول أن تجد مبررات لإخراج الإرهابي والسارق والمبتز هي تشجع بنفس هذه الطريقة هؤلاء عندما يخرجوا، يعني يخرجوا من السجون تشجعهم مرة ثانية على ارتكاب هذه الجرائم، أو حتى تشجع غيرهم على ارتكاب جرائم أخرى بحجة أنه سيكون هناك عفو عام من خلال مجلس النواب للمجرمين وللإرهابيين وغيرهم ممن يتهمون بقضايا عديدة. لهذا نؤكد أنه هذا القانون وهذه التفاصيل يجب أن يكون مدروس دراسة رصينة، لأنه الكتل السياسية طرقت جنابك بداية حديثك لديها مطامح سياسية، وهذه المطامح السياسية ممكن أن تكون شرعية وممكن أن تكون غير شرعية. الغير شرعية أن توعد الناس بإخراج المجرمين والسراق والمبتزين من أجل أن تحصل على مقاعد في انتخابات مجالس محافظات أو بالانتخابات النيابية. جل ما نؤكد عليه أن تكون هناك لجان مختصة لدراسة كل هذه الحالات على حدة، ومن ثم تذهب إلى القضاء والقضاء هو الفيصل. مجلس النواب لديه كتل سياسية مختلفة المشارب، ممكن تميل من جهة إلى أخرى، وممكن من يتغلب عليها الحس الوطني ويدرك خطر العفو العام وإخراج كل خطر العفو العام. تحدث عنه الأستاذ مهند الراوي عن الاستقرار السياسي، والآن نربطه بالسلم المجتمعي. أستاذ مهند، في دقيقة، إذا ما مرر هذا القانون وخرج من شمل به، شنو مدى تهديده للأمن والسلم المجتمعيين؟ سيدي الكريم خلينا نتحدث عن مناطقنا، يعني ما حتى أبعد كثيرا. أنا أقول لك إذا أخرج الإرهابيين لا سمح الله، أو من تلطخت يده بدماء الأبرياء، هذا القانون قانون خطر. أنت اليوم أنا خلي اليوم نحكيها بالقلم العريض. اليوم أنا اليوم ابن الأنبار، اليوم أشوف واحد قاتل أخويا أو قاتل أبويا أشوفه قدام عيني، زين هذه زين هاي باكر، شلون هذا السلم الأهلي اللي راح يصير باكر؟ هاي إحنا كل العراق، هو العراق مجتمع عشائري. نعم. اليوم ما راح يقبل به، حتى كان ابن البصرة أو ابن الناصرية أو ابن كربلاء أو ابن الأنبار أو ابن صلاح الدين، من يشوف القتلة اللي قاتلين. نحتاج إلى قانون دراسة بشكل مفصل وإخراج الأبرياء الذي لم تتلطخ يدهم بدماء العراقيين أو دماء الأبرياء. هذا ما يأثر على السلم المجتمعي، لكن أنا اليوم ناس مثبت عليها
بشكل وباعترافات بدون لا إكراه ولا ضغط، ما مسموح أنه يطلعون. لكن أنا أقول لك أكو كثير من الناس انتزعت منهم اعترافات بالقوة، وكثير منهم راح بجريرة المخبر السري. نعم. هاي نحتاج إلى مراجعات بشكل مفصل حتى ندعو إلى الناس إلى الاستقرار بعد أكثر. إحنا خمول العراقيين اليوم بال 2017. نعم. السجون لا تتجاوز 30 ألف شخص، اليوم تجاوز 70 ألف مسجين. هاي لازم نحسبها الأحساب، لازم نعدلها خطة. كل ما يزود جاي نزود عمليات داخل السجون أشخاص، يعني هاي لازم تنوضع لحد. وثانيا خلي نكون أكثر دقيقين، قانون العفو العام لا يعني هو جهة. نعم. هو صحيح الكتل السياسية السنية بغض النظر شنو قصدها، هي قصدها سياسي أم قصدها إنساني ما نقدر هذه نحكيها. لكن أنا اليوم أقول هذا القانون لا يعني هو بس راح ينشملون به السنة، لا راح ينشملون به كل الطوائف، السنة والشيعة والأكراد واليزيدية وكلهم موجودين. نعم. لكن نحتاج إلى دراسة بشكل مفصل حتى يتم إخراج الأبرياء من السجون وإعادتهم إلى المجتمع، وعلى أشكرك. الحكومة أن تعوضهم، وعلى الحكومة أن تعتذر لهم كل من لم سجن بريئا. نعم. يعني اليوم شنو ذنبه هذا قاعد له بالسجن 6-7 سنوات أو 10 سنوات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهند الراوي المحلل السياسي، حدثنا عبر سكايب من الأنبار، والأستاذ عماد المسافر المحلل السياسي ضيفا كريما في الأستوديو أثريت الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.